المشاريع السعودية السياحية تضع البيئة والاستدامة في أولى أولوياتها، وبمناسبة يوم الأرض الذي يوافق 22 أبريل، قدم اليوم الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو مقالا مطولا استعرض فيه معايير الالتزام البيئي التي تتبناها الشركة. ويذكر المقال أن جميع منتجعات البحر الأحمر الخمسين التي تطورها الشركة تعمل بالطاقة الشمسية، وسيكون مشروع البحر الأحمر أكبر وجهة سياحية في العالم بدون شبكة كهرباء معتمدة المستدامة. فالمشروع يملك أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم، وركب أكثر من 760 ألف لوح كهروضوئي في 5 مزارع للطاقة الشمسية. هذه الجهود تتماشى مع تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 600 ألف طن سنوياً في البحر الأحمر، وتواكب أيضاً أهداف رؤية المملكة 2030.